اليوم قالت لنا الاستاذه بلي ما استلمش هو الاستدعاء ديالو المحامي الثاني ديالو، رغم ان المحامي الاول استدعى وبالعون القضائي اكد في الورقه بلي المحامي الاول ديالو استدعى، ومن استدعى قال له بلي انا ما بقيتش موكل عليه، وقال لي العون القضائي بلي الا كان ما بغاش يتوكل عليه خصو يجي للمحكمه وعاد يقولها، هو ما جا للمحكمه لا والو، قال لك بلي هو بدل المحامي هذا الشيء اللي قال لك المحامي الاخر ما بقاش موكل عليه، وهذا المحامي ما جاتوش الاستدعاء مع الرغم انهم بجوج المحامي ديالو، يعني يقدر الاخر يعيط الاخر يقول له جاتك الاستدعاء ويجي حدا ما وقع والو، غير وقفت عليه انايا قلت له ربي يخلصك، قلت له راك يا ربي كبير، قلت له ربي يجيبنا حقنا حتى لعندنا. ما هذاك السيد لقى يشوف فحال شي في مونيكا كيلعبوا به بيناتهم، واحد ما ساوي والو دلو من كتشوف فحال هكا جرو وغادي مهبطو، قال له اجي معايا اجي، وغادي معاه هو مهبط راسه، واحد عاوتاني كيجي كيجرو فحال كتقول له اجي معايا كيتشم غادي معاه مهبط راسه، صافي هادشي اللي كاين. عاير قال لي سير شوفك موكس، قال لي بزاف الحوايج ولكن ما جاوبشوش، ما كيقدرش يواجه نهائيا، كيف غادي راسه فحال هكا ما كيقدرش يهضر ما كيقدرش يواجه. بغي نقول له الله يهديه، واللي شفتيها مسلكه دايره وحنا القضاء الحمد لله راه يجي ياخذ من حقنا حتى عندنا ما كاينش المشكل. عزيز غتكملوا حتى الاخر؟ نكمل معاه ماشي حتى الاخر، لو كان راجل من غدا نمشيو نديروا لازيان والنبينا عليه السلام ونساليو هذا الشيء كامل، ولا كان راجل غير يواجهني غير ما نقول له شي حاجه يوقف ويقولها، ماشي حتى يكون غادي ويقولها، يوقف معايا هكا وجهي وجهه ويقول متاكد 4000%، ولو كان متاكد من غدا نمشيو نديروا لاديين، الا كان هو متاكد من راسه وكان متاكد اول واحد غيخرج وغايقول لهم يلاه نمشيو نديروا لاديين، اول واحد كون كان هو عارف راسه ماشي ولادو، اول واحد غيبغي يدير فيها بطل قومي نعيد لاديين، غيطلع غير واحد غيقول لهم ها انتم ها علاش ها انا وها انا، ودابا يلاه نمشيو نديروا لاديين، انا عارف امي شنو كتسوى وعارفك انت شنو كتسوى ديال بصح. علاش ما جاوش الشهود كاملين؟ ما جاوش الشهود كاملين، راك عارف الناس ديال العروبيه ملي كتعطيهم استدعاء، وانا مشيت في نهار واحد راه كتوقف على بنادم في الاول راه كيقول لك اه، وملي كتجي عنده بعد خطر راك انت كتستغرب في بنادم بحال اللي عمرك كتعرف، بقيت كتعاير بنادم كتعطيهم الصباع وكتعاير بنادم، هذاك راه هذاك الشيء كيبين غير هذاك المحيط اللي كبرات فيه كي داير، وراه بلا ما هكذا هو مثال، انا بلا نقول حتى شي حاجه.